تمام، مع بعض احنا مكملين ماشي. فبالتالي انا عايز اعرف ايه السبب الرئيسي في محاوله خلق بعض الازمات للنادي الاهلي من قبل بعض البرامج بطريقه غير منطقيه وواضحه بالنسبه لنا كلنا. يعني انا مش عارف ايه سببها، يعني ما اجي استضيف حد استضيف حد رايه موضوعي مش رايه متحيز، خصوصا في قناه عامه يعني. فاجيب حد رايه موضوعي كده ويقنع المشاهد اللي بيتفرج يعني. ما عنديش مشكله يا عم، اللي عايز يستضيفه يستضيف، ما فيش مشكله. عايز يستضيف اي حد يستضيف، بس ما تجيبش اكتر واحد بيكره الاهلي وتساله على الاهلي، اساله في اي حاجه ثانيه، ما فيش مشكله يعني. فدي نقطه، ونقطه انا حسيت من خلالها ان احنا عايزين ايه يا جماعه، ندوس على الاهلي شويه، دوس على الاهلي شويه، اتكلم على الاهلي شويه، اخلق ازمات للنادي الاهلي. فانا برجو من بعض الاهلاويه الشباب اللي انا منهم ان احنا ما ننجرش لمثل هذه الامور، وما ناخدش براي مثل هؤلاء الاشخاص اللي ليهم كل التقدير والاحترام بس رايهم بيبقى غير موضوعي، اللي هم بيكرهوا النادي الاهلي، اللي هم بيبقوا هدفهم الاساسي ان احنا نخلق ازمات للنادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه جدا. الجزئيه بقى انا عايز اكملها برده، لان انا برده مستغرب يعني. الاهلي من يومين ثلاثه طلع بيان قال لك يا جماعه الراجل المدير الفني مكمل لاخر عقده، تمام؟ وفي نفس الوقت بلاقي بعض الاخبار اخرها النهارده ان الاهلي خاص في اتجاهه مش عارف يخلص مع مين، والاهلي هيعمل ايه، والاهلي بيكلم مين وبيفاوض مين. طب نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ يعني الاهلي يعمل ايه تاني يا جماعه عشان ياكد ان المدير الفني مكمل؟ مختلف مع المدير الفني ما عنديش مشكله كواحد من الجماهير، متفق مع المدير الفني ما فيش مشكله، ده طبيعي. بس احنا عندنا ناس بنثق فيهم هي اللي بتدير، ناس بنثق فيهم هم اللي عارفين مصلحه الفرقه ازاي. ابرز دليل ان هم ناس ناجحه وبيعرفوا يقروا الامور صح ان هم حققوا انجازات عديده على مدار الفتره اللي فاتت. فبرضه نعيد عن الناس تاني، يا ريت يا جماعه تعرضوا لي بيان النادي الاهلي، او مش بيان النادي الاهلي، خبر النادي الاهلي بخصوص، او كان على لسان امير توفيق مدير اداره التعاقدات النادي الاهلي، اللي هو مين امير توفيق؟ اللي هو لو الاهلي هيتعاقد مع حد هو اللي هيفاوض، هو اللي هيشتغل. فالاهلي مش يعني لو في حاجه هيعلن عنها والله مش هيكذب عليكم يعني، زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي. فهعرض لحضراتكم البيان زياده في التاكيد لبعض المواقع اللي بتحاول ان هي برضو تهز استقرار الفريق. الاهلي مستقر، الفرقه مستقر، اهو البيان اهو، البيان اهو، امير توفيق موسيماني مستمر مع الاهلي ولم يطلب زياده في راتبه. ده كان من امتى؟ من 3 4 ايام قبل كده. ده يدل على ايه؟ على الاهلي مستقر. يدل على ايه؟ على الاهلي مفيش مشاكل. هتقولي طب ما هو ممكن برضه يحصل في الامور، كل شيء وارد في كره القدم، كل شيء وارد، والنتائج هي اللي بتحكم في الاول وفي الاخر، لكن لازم يكون في اسباب كافيه، لازم يكون في اسباب كافيه. فادي تصريح امير توفيق، قال لك كشف امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي عن تفاصيل مدار في جلسه في الجلسه التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني. الكلام كله اهو، وبيأكد على ان موسيماني مكمل. عارفين يا جماعه هستشهد بس بمشهد للفنان محمد سعد في فيلم الليمبي على ما اتذكر، لما قال لك ايه شهاده الوفاء هي ليمبي، الفنان علاء ولي الدين الله يرحمه، شهاده الوفاء هي ايه يا جماعه؟ تصريح امير توفيق اهو يا جماعه، الراجل مكمل مع النادي الاهلي والامور مستقره. اضحك انا اضحك، الراجل مكمل مع النادي الاهلي والامور مستقره. فمش عايزين احنا نخلق حاجه حاله من اللغط على الفريق مع بدايه موسم في وقت مهم جدا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.